شو رح تضوي الطاولة؟ ضوت الطاولة أزرق، بدك تأكدي لنا الخبر، والخبرية بتقول أهم عرض زواج لقيتيه كان بقيمة 10 مليون دولار. هول اللي كانوا معي أنا. إيه كنت طالعة من سليبان جديد وعمري 18 سنة، وفي حدا من ضيعتي عايش بمكسيكو. وإيه إجا لعند أهلي وطلب إيدي يتجوز ملكة الجمال. كان في علاقة بينك وبينه قبل؟ لا ما بعرفه أنا، هو بيعرفني يمكن من أنا وصغيري، هو كان أكبر مني يمكن شي 13 14 سنة. كان عمري 18. من بيت تشابو؟ من بيت باي ذا واي اسمه قريب عيكشي. واو كان منخاره أبيض. إذا بقوله حرم مشانه يعني. بس كان بعده ما فات على الحبس. لا منخاره أبيض كان. هو ما عاد فات على الحبس. وليه ما قبلت فيه؟ ما ستيلي كان. شو؟ مش طويل وهيك، وانا طالع مش ستيلك 10 مليون دولار؟ لا بدي اياه طويل وشب حلو، بعدين المصاري. قولي اسمه لكان اذا بدك اياه طويل. حرام بركي عم بيحضرنا. بعد ما تجوز. بعد؟ لا. لحقتي له. بعده ناصرك لانه عم بيجمع. صاروا 95 مليون لهلا. هلا عم نفكر فيها اكيد ولا. طيب ليك اساليه بياخذ شباب؟ 10 مليون. ليك قلت له يا اهلا وسهلا. لا طلال منطقيه الخبريه. انه رفضت 10 مليون. الله يرزقها، عاد تتحمم بالالماس هالايام. عاد تتحمم بالالماس. شو فرقاني معه؟ واو شو فرقاني معه؟ انه وحيت الله انت مالك مره لتعرف شو يعني هول القصص. كتر خير الله. بس عن جد في هيك انه كثير مره لتعرف فرح صايره معي؟ ايه عادي. ما اجاك ما اجاني حدا ودفع لها يعني صدقتيها او لا؟ مش دفع، مش جيب الشنطة معه. عرض بمعنى انه عرض فيلا بضيعتي، عرض يشتري شغل اهلي ليريحهم، عرض كذا شغلة. ما تزوجتي لي؟ هي عقليتهم هن يعني، هي بلدية، هي عقليتهم. ضيعة بالمكسيك، ضيعة المكسيك هيك عايزة طبعا. كيف المقدم ومؤخر هيك؟ بعدين انه بتسمعي في كثير بنات صار معهم هيك يا 10 مليون دولار يا 10 جثث يا شنطتين ابيض. يعني هي سايبة اجيال كاش. ايه والله زلمة تبع الكاش هي. يعني صدقتيها او لا؟ ما حسيتي؟ لا بصراحة ما بعرف. لأنه لا. كنت أخذتيهم أنت العشرة. طلال شو؟ والله ما صدقته. ما صدقته. شو أنطوني؟ مثل الجمهور 72% ما صدقها للخبرية و 28% صدقها. شو طلع؟ ساندرا شو الحقيقة؟ ما صارت؟ ما خدعتيهم للجمهور. مزبوط ما صارت. بتخبر وبتكذب عادي. قلت لك ما بعرف. ايه بس انت ان كيس اذا ما عجبني ولا ممكن. اوكي ولا صار وعم نحكي ما عاجبك شكل ولا شكل. شكل. انت بتتعرفي على الشخص اول ثانيه، يا شكله بيعجبك بتفتح الباب بتتعرفي على شخصيته، يا بتسكر الباب بتفل. بس 10 مليون دولار ما فيك تقسميهم. ما بتفوتي على حياه مع حدا ممكن. 10 مليون دولار فيك تقسميهم، فيك بارت منهم. كنا مرتاحين ما كان علينا شيء. بدي خبرك فيك يعني. تبعتيه ببارت منهم لعند نادر سعد يمغط. تقدري تكوني ببالك خمسه بجيبتك كصافي. هلا انا تعرفت على ساندرا بسليبرتي دويت سون، ومن خلال هيديك المعرفة عقلاتها ما بيشبهوا عقلات حدا تبع المعلومة صراحة، مشان هيك منا طلع معك حق. طلع معك ما كان تعملها انه مرتاح ماديا. مرتاحة عبود، مرتاحة ماديا، تلعب بالمصاري لاعب مثل ما بيقولوا. لا بتحس الأوقات، بشغلك